نروح دلوقتي نشوف تقرير عن نادي فولهام، واحنا كنا اتكلمنا على نادي فولهام وانه رجع للبريمير ليج، رجع سريعا. نادي فولهام رجع السنه اللي فاتت كان نزل للتشامبيونشيب، لا هو فاز طبعا المباراه على براينتفورد، مباراه طويله جدا استمرت 120 دقيقه والفوز جه في الوقت الاضافي 2-1، وكده يرجع تاني فولهام بجانب طبعا وست بريميتش وبجانب ليدز يونايتد، ثلاث الفرق دول الموجودين ان شاء الله هنتفرج عليهم في البريمير ليج. نشوف تقرير عن فولهام ونرجع لحضرتك. ارتبط اسم نادي فولهام الانجليزي باسم مالكه السابق الملياردير المصري محمد الفايد، لكن بعد بيعه إلى الملياردير الأمريكي شهيد خان كاد يهبط إلى الدرجة الثالثة قبل أن يحقق المعجزة هذا الموسم. نجح فولهام في التأهل للبريمير ليج بعد مباراة فاصلة أمام برينتفورد انتهت بفوز الفريق اللندني بنتيجة 2-1 في الشوط الإضافي الثاني بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي بين الفريقين. فولهام سيحصل على 135 مليون جنيه استرليني على مدار 3 مواسم بعد صعوده إلى البريمير ليج مجدداً، وهي السياسة المالية التي تمنح الأندية الصاعدة عوائد مالية مجزية لضمان منافسة قوية مع الكبار.